بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين. باب قول الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. هذا الباب عقد المصنف رحمه الله لبيان ما جاء في معنى قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وذلك أن الله تعالى بعد أن فرغ من ذكر آيات الصيام جاء بما يتعلق بحفظ الأموال، فقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والمقصود بالحكام القضاة الذين يفصلون الخصومات بين الناس. ثم بعد هذا التقرير لحفظ المال جاء ذكر الحج: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ثم قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. بدأ بالصيام أولا في العبادات ذكرا، ثم ذكر المال الذي هو سبب الرئيس في الاستطاعة لأداء هذه العبادة والقيام بهذه الفريضة وهي الحج. ثم ذكر الله تعالى شأن الحج بالإشارة إلى مواقيته: يسألونك عن الأهلة، وهي جمع هلال، يعني يسألونك عن هذا الذي يشاهدونه من كون الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر حتى يكتمل بدرا ثم يتناقص حتى يأتي المحاق ويزول. قال الله جل وعلا في جواب السائلين عن الأهلة: قل هي مواقيت للناس والحج. فأجابهم الله تعالى في شأن الأهلة بما ينفعهم، وهو ما ينتفعون به مما يتصل بتحقيق العبادة ومصالح المعاش. وإذا قال: قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت يستعملونها في معرفة الزمان وتقلباته وما يتعلق به من المصالح. ثم ذكر من أبرز المصالح المتعلقة بالأهلة معرفة الحج والحج. ثم قال في ذكر شأن من شؤون الحج، وهو ما كان يفعله الجاهليون إذا خرجوا إلى الحج أو إلى العمرة، في قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. فإن هذه الآية نزلت في قوم كانوا إذا حج أحدهم أو اعتمر أو أحرم بحج أو عمرة لم يأتي البيت من بابه، إنما يأتي البيت من قفاه أو من خلفه أو نحو ذلك. وليس المقصود البيت فقط، بل كل بناء من بستان ونحوه أيضا. وكانوا يفعلون هذا على وجه التعبد والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، فنفى الله تعالى أن يكون هذا طاعة أو قربة، فقال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها. ليس البر يعني ليس الطاعة ولا التقوى ولا الإحسان ولا ما يقربكم إلى العزيز الغفار أن تأتوا البيوت من ظهورها، أي من خلفها أو من أعلاها، لأن بعضهم كان يضع ما يعلو به على البيت حتى لا يستره عن السماء ساتر. كل هذا ليس من البر ولا من الطاعة ولا من الإحسان. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. حقيقة البر هو تحقيق التقوى. وإذا قال: ولكن البر،
يعني ولكن ما يقربكم إلى الله وما يبلغكم الطاعة وما تحوزون به السعة وما تدركون به الجنة هو التقوى. ولكن البر من اتقى الطاعة والإحسان والخير والطريق الموصل إلى الجنة هو التقوى. وقوله ولكن البر من اتقى أي لكن البر التقوى، فذكر البر بصنيع صاحبه وهو المتقي الذي فعل ما أمره الله تعالى وترك ما نهاه الله تعالى عنه رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه، بهذا يحقق العبد التقوى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين. أعلى المراتب أن تكون لله تقيا، وإنما تكون تقيا بطاعته، طاعته بأن تفعل ما أمرك به، طاعته بأن تترك ما نهاك عنه، طاعته بأن يكون فعلك وتركك رغبة فيما عند الله وخوفا من عقابه، أن يكون الفعل والترك رغبة في عطاء الله وإحسانه وخوفا من عقابه جل في علاه، بهذا تكون من المتقين، وبهذا تبلغ مرتبة الولاية. الآن بعض الناس يظن أن الولاية منزلة تبلى بأمر عسير، وليس الأمر كذلك، بل من أيسر ما يكون أن تكون لله وليا، وذلك بأن تأخذ بما أمرك الله تعالى به فتكون من عباده المتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم منهم. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب العالمين. نعمة عظيمة أن تبلغ هذه المنزلة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون، وكذلك في الدنيا يدفع الله تعالى عن قلوبهم الخوف ويقيهم الله تعالى أسباب الحزن بما يفيض عليهم من الصبر، فيصبرون عندما يقع ما يكرهون ويحتسبون الأجر عند الله فيفوزون بعظيم الأجر وسعة الصدر، عظيم الأجر في الآخرة وسعة الصدر في الدنيا، لأنهم يذكرون الله ويحتسبون عنده ما يلقونه. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلقى من الأذى شيئاً كثيراً، ومع هذا كان يصبر ويحتسب ويقابل المؤذي بالإحسان في كثير من الأحيان، وهذا ما من الله به عليه من سعة صدره وجود نفسه وطيب قلبه صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن من الناس من يجر رداءه صلى الله عليه وسلم فيؤثر على عاتقه يقول أعطني يا محمد، فيلتفت مبتسما ويعطيه ما يسره الله تعالى له، حتى إنه في بعض الوقائع اجتمع عليه الناس، جاءه صلى الله عليه وسلم مال من جهة من الجهات، فاجتمع عليه الناس حتى اضطروه وضيقوا عليه صلوات الله وسلامه عليه، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، يعني إذا ما يأتيني من خير من أي جهة فلن أدخره عنكم، بل لما ذكر صلوات الله وسلامه عليه مرة من المرات لما ذكر أن في بيته في بعض حجراته شيء من الذهب الذي جاء إليه به، لما فرغ من صلاته قام يتخطى الناس على غير عادته حتى استغرب أصحابه، قام مسرعا قاصدا البيت الذي فيه هذا المال، فلما خرج رأى الاستغراب في وجوه أصحابه فقال إني ذكرت تبرا فكرهت أن أحبسه، أي كرهت أن يبقى عندي ولا أعطيه المستحقين له. فالمقصود أنه ينبغي أن يعلم أنه لا ينال الخير إلا بالصبر والتحمل، فإذا تحقق لك ذلك فزت بأن تكون من عباد الله المتقين، شرح الله صدرك وعانك على تحمل ما تكره
ووفر لك من الأجر والمثوبة على هذا الصبر ما يصدق عليه قوله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قوله تعالى في هذه الآية ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هي قاعدة شرعية في كل أمر له باب يوصل إليه منه وله طريق يفضي إليه، لا يسوغ لأحد أن يأتي إلى هذا الأمر أو يغشى هذا الشيء من غير طريقه، ولهذا يشرع أن يكون على لسان كل أحد في التنبيه على أنه إذا جاء الإنسان شيئا من الأمور على غير وجهه قيل له ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من إيش؟ من أبوابها، يعني أتوا الأمور من المسالك والطرق التي توصلكم إلى الغايات، فإذا كان هذا الطريق يوصل إلى الغاية فأته، ولا يسوغ لك أن تستبدل بطريق ملتوي تغافل فيه أصحاب الحاجة أو أصحاب الحق أو المعطي لتصل إلى ما تريد، بل وأتوا البيوت من أبوابها. وذكر في سبب نزول هذه الآية ما ذكره من حديث ساقه بإسناده عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كانوا، ويريد بكانوا الأنصار، وهذا ليس خاصا بالأنصار، في بعض الروايات هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار وهي ليست خاصة بهم بل هي لهم ولغيرهم، كانوا إذا أحرموا في الجاهلية، يعني إذا لبوا بنسك في الجاهلية يعني قبل الإسلام قبل نور النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به في هذا القرآن العظيم، كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، يعني إذا احتاج أحدهم إلى أن يدخل بيتا سواء بيته أو بيت غيره لا يأتي من بابه بل يأتيه من ظهره، إلا قريشا فإنهم كانوا إذا أرادوا دخول بيت أتوه من وجهه، فأنزل الله تعالى في الرد على هذا الانحراف قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ليس الطاعة ولا القربة ولا العبادة أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، أي ولكن الطاعة في تقوى الله عز وجل بامتثال أمره وترك ما نهى عنه، وأتوا البيوت من أبوابها، أي أتوا البيوت التي تحتاجون إلى دخولها أو الأماكن التي تحتاجون إلى غشيانها من أبوابها، أي من الأماكن التي أعدت للدخول سواء كانت أبوابا أو كانت طرقا أو كانت مسالك توصل إلى الغايات. هذه الآية الكريمة هذا هو سبب نزولها، وقد بيّن الله تعالى فيها الأدب الذي ينبغي أن يراعيه المسلم في إتيانه الأمور وأن لا يأتي الأمور إلا من طرقها المشروعة. من فوائد هذه الآية أن كل من تقرب إلى الله بعبادة لم يشرعها فإنها مردودة عليه، فهذه الآية رد على أصحاب المحدثات والمبتدعات من الأقوال والأعمال والعقائد، كل من أراد الجنة وسلك لها طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم قيل له وأتوا البيوت من أبوابها، والباب الذي يسلك بك الجنة ويوصلك إليها هو باب واحد وهو ما كان عليه سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله قد أغلق كل الطرق الموصلة إلى الجنة إلا طريقا واحدا، ما هو الطريق؟ ما كان عليه سيد ولد آدم، ولهذا يكرر صلى الله عليه وسلم في خطبه قوله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فليس ثمة طريق يوصل إلى الجنة
إلا طريقه صلى الله عليه وسلم. ليس ثمة ليس هناك طريق يوصل إلى الجنة إلا الطريق الذي سلكه. ولذلك ثبت قدمك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم تفوز بالجنة. وما يدل على هذا أنه لا طريق يوصل الناس إلى الجنة إلا الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة، هو أول من يشفع للناس في دخول الجنة. ولهذا جاء تفصيل هذا وبيانه في صحيح مسلم أنه قال: آتي باب الجنة، يأتي إلى باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه، فأستفتح يعني أطلب أن يفتح الباب، فيقول الخازن حافظ الجنة: من الطارق؟ فيقول: محمد. فيقول الخازن: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، أي بك أمرني الله ولا أفتح لأحد قبلك. فيفتح الباب فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل أمته، نسأل الله أن نكون ممن يدخلها، اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم بفضلك ارزقنا مرافقة نبيك واجعلنا من أقرب الناس إليه في ذلك الموقف يا رب العالمين. إذن يا إخواني، كل من يدعوكم إلى عمل أو قربة أو أمر أو اعتقاد ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا في السنة كفاية، وفيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم غنيا، فقد تركنا على محجة بيضاء لا يزغ عنها إلا هالك، شهد الله له بالبلاغ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما في مجال للاقتراح، ما في مجال أن الإنسان يأتي بمقترحات في سبيل التعبد وطريق التقرب، لا فيما يتعلق بالعقائد ولا فيما يتعلق بالأقوال ولا فيما يتعلق بالأعمال. إلزم هدي سيد الأنام تفز بجنة العزيز الغفار وتنال عطايا الكريم المنان جل في علاه. هذه قضية في غاية الظهور، لكن يأتي من يزين للناس فيقول هذا الطريق طيب وهذا السبيل حسن وهذا العمل جيد، فكل من دعا إلى شيء ليقل له: أين الدليل؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وثمة حديثان تضبط بهما مسارك العملي العبادي في طريقك إلى الله، هناك حديثان احفظهما يقيانك كل انحراف في الظاهر والباطن. أقول الحديثين ولا ما ضاق الوقت؟ ها، الحديثان: حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فاحرص على سلامة القصد والنية، وهذا عمل القلب. في كل عمل احرص على أن يكون عملك لله خالصا، واعلم أنه إذا لم يكن لله أو كان مدخولا جنبه، خاسر غير رابح، لأنه لا يربح إلا ما كان لله. هذا الشرط الأول الذي لابد أن تفتش عنه في كل عمل، هذا يضبط أعمال القلوب. إنما الأعمال بالنيات، ما هي نيتك؟ ما هو قصدك؟ ما هو همك؟ ما الذي تريده من هذا العمل؟ تعتكف، تصوم، تصلي، تعتمر، تحج، تحسن إلى الخلق، تتصدق، سل نفسك لماذا؟ إذا كان لله فأبشر، فإن عطاءه جزيل وأنت من الأبرار، لأن الله قال في الأبرار ماذا؟ قال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما نبي منكم شيء، لا شكرا ولا مكافأة، إنما نرجوها من الله. فلا تنتظر من أحد شيئا، تستريح ويخلص عملك لله، الذي تريده عند الله فاطلبه منه، ولن يبخسك الله
حبة حبة أدنى مثقال ذرة من عمل صالح. فمن يعمل مثقال ذرة وش حاله؟ خيرا يرى، لن يعود شيء هباء. إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هذا الأمر الأول، الإخلاص. ونحن نقبل على عشر يجب أن نستحضر معنى الإخلاص. ولذلك الآن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر وش يقول في الصوم؟ من صام رمضان إيمانا، ولا يتحقق الإيمان إلا بتمام الإخلاص واحتسابا، أي طلبا للأجر عند الله، مهم من غيره. لا تطلب أجرا من الناس ولا تطلب ثوابا من غير الله فإنك تتعب ولا تدرك. لهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكر، يريد أجر وثواب من الله، ويريد أن الناس يمدحون ويقولون ما شاء الله عليه، شجاع، بطل، قوي، مقدام، ما له، إيش يحصل؟ ما الذي يدرك؟ قال: لا شيء له. جواب نبوي حاضر: لا شيء له، لن يحصل أجرا ولم ينال ذكرا. هذا معنى لا شيء له، يعني لا شيء له عند الله، ولن يقر له ثناء في ألسنة الناس. أعاد الرجل المسألة مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. أعادها ثالث مرة قال: الرجل القاتل يبتغي الأجر والذكر، ما له؟ وش الذي يدركه؟ قال: لا شيء له. ثم أعطاه: كيف يحصل الأجر؟ فقال: إنما يتقبل الله من العمل ما كان خالصا، ما فيه شائبة. هذا الخالص ليس فيه دواخل، ما كان خالصا. وحتى يتضح معنى الإخلاص جليا ما في التباس، قال: وابتغي به وجهه. لا تبتغي ولا تطلب إلا الله. ولهذا قلت قبل قليل: حتى تضبط عملك تذكر: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. لا تنتظر مكافأة على عمل صالح، لا على عمل ظاهر ولا على عمل باطن. تستريح، والله يا إخواني جربوها، ستجدون طمأنينة وراحة وانشراح وسمو، لأنك تتعامل مع الذي له ما في السماوات وما في الأرض، تتعامل مع الله الذي إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، بخلاف ما إذا كنت تناظر فلان وتنظر في وجه فلان وماذا قال عني فلان وهل مدحني فلان. هنا تشتت قلبك في طرق وأودية ولا تدرك ما تريد من الخير. الخير كله في يد الله، والخير كله وين؟ في يديك، فاسأله منه جل في علاه خير الدنيا والآخرة. هذا الضابط الأول، الضمانة الأولى التي يصلح بها عملك أن يكون عملك لله، لا تقصد سواه، وهو مستفاد من قول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنوي ما شئت، ما تنوي ستناله. أما الثاني فهما يضبط الظاهر، هذا يضبط الباطن. إيش اللي يضبط الظاهر؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل شيء تصنعه، كل عمل تأتي به، سل نفسك مباشرة: هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي سنته؟ ما هو هديه؟ فإنه الإمام المقتدى به، الذي لا نجاة إلا في أن يكون سيرك على مساره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبقدر أخذك بالسنة تصيب الهدى والتقى والصلاح والعفاف والرشاد والغنى والوسطية التي شهد الله بها لهذه الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يصلح لنا الظاهر والباطن، وأن يرزقنا قلوبا خاشعة وأعمالا صالحة، وأن يسلك بنا سبيل سيد المرسلين، وأن يجمعنا به في جنات عدن، إنه على كل شيء قدير.